بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتوفيق الله نسلك طريق الإيمان من بدايته، ونرجو الله أن يحقق لنا البلوغ لنهايته. نسمي الإيمان وطريق الإيمان، لا نسمي التصوف، لأن كلمة الإيمان هي الكلمة الشاملة لكل العلوم ولكل الأنوار والأحوال. فإذا قلنا بحث الإيمان فمعناها الطريق الذي يوصل الإنسان إلى الإيمان، وهذا جهله كثير من الناس. أكثر الناس ظنوا أن الإيمان قول، وأن الإيمان أن يقول آمنت بالله وباليوم الآخر. أما الإيمان هو مراتب ومراحل لا بد للإنسان أن يسلكها حتى يصل إلى ذوق حلاوة الإيمان، ثم يطعم طعم الإيمان. حديثين وردوا، حديث يذوق طعم الإيمان وحديث يطعم طعم الإيمان. الإيمان هو نور إلهي يسكن في قلب العبد. هذا النور الإلهي لا يأتي بمجرد الأماني. الإنسان يتمنى أن يكون له هذا النور، أو يشتهي أن يكون له هذا النور. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبحوثنا بتوفيق الله ستكون كلها مقيدة بالكتاب والسنة، ما ورد من آيات القرآن وما ورد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون لكل واحد منكم أينما جلس سند من الكتاب والسنة فيما يسمع من أحاديث ومن بحوث. فبحث الإيمان أول ما نبدأ به يبدأ بالصحبة. مهما درس الإنسان ومهما قرأ ومهما تعبد، إن لم يكن له صحبة فلا ينتفع بعبادته بشيء، إنما عبادته ظاهرة لا يصل فيها إلى حقيقة. وهذا ما كان في أول الإسلام، من لم يصحب رسول الله لا يصح دينه وإيمانه ولو تعبد مهما تعبد. بل إذا لم يشهد بأن محمد رسول الله لا يعتبر له دين ولو حج وصام وصلى. فإذا لا بد من الصحبة في أول الأمر. فأول طريق الإيمان هو الصحبة، نبدأ بها بتوفيق الله عز وجل لنبدأ الخطوة الأولى في طريق الإيمان. الصحبة الله عز وجل ذكرها لنا في القرآن في عدة آيات، ممكن جبكم خمس آيات، وهناك آيات كثيرة. خمس آيات نكتفي بها من القرآن الكريم، بأن الله عز وجل طلب من كل مؤمن أن يكون له صاحبا يدعوه إلى الله. والصاحب هو نوعان، صاحب
يدل وصاحب يوصل، صاحب يدل وصاحب يوصل. فممكن أنا أدلك أنه بالحي الفلاني فيه مي، لكن في واحد بياخدك بيوصلك إلى الماء، فاللي دل مثل اللي وصل. ممكن يلي دلك تروح وتدور، ممكن تزدل ممكن ما تزدل. أما اللي أخذ بإيدك ووصلك فهذا الذي سقاك. فالصحبة نوعان، دليل وموصل. فالدليل هو الأخ الذي تصحبه، والموصل هو الشيخ العارف بالله الذي يوصلك إلى منبع الفضل والخير الله جل وعلا. والصحابة كانوا كذلك نوعان، منهم من صحب صحابيا أوصله إلى رسول الله، ومنهم من تعرف على رسول الله فكانت له الصلة الكاملة. فأول ما نبدأ من قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وانتبهوا، أول ما نبدأ نداء الله لأهل الإيمان، نداء الله لأهل الإيمان معناته اللي ما بده يدخل للإيمان وما بده يتزوق الإيمان ما بينتفع من الصحبة. يا أيها الذين آمنوا، آمنتم بأن الله إله واحد؟ آمنتم بأن الله أرسل رسوله؟ آمنتم بأن الله أنزل القرآن على الرسول الأعظم؟ فإذا آمنا هذا الإيمان فإذا يجب علينا تطبيق القرآن الذي نزل وما أتى النبي به عليه الصلاة والسلام، فتطبيق حديث رسول الله وآيات القرآن هو الإيمان. فإن طبقنا آمنا، وكل ما تسمع فتقوم بتطبيقه فأنت به مؤمن، إن لم تطبق فلست مؤمن بما سمعت. فلذلك أول نداء الله ينادي المؤمن، فإن كنت مؤمنا وجب عليك تطبيق ما تسمع، وإن لم يكن هناك إيمان سمع وترك، سجل ونسي، أو سمع وترك بالجامع ومشي. فإذا لا بد أولا من الإيمان، والإيمان الآن ثلاثة: إيمان بوحدانية الله، إيمان برسالة رسول الله، إيمان بكتاب الله عز وجل. فإن آمنا بذلك وجب علينا تطبيق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، التقوى امتثال أمر الله واجتناب محارم الله. فإذا امتثلت الأمر واجتنبت النهي فأنت مؤمن. فأول وحدة اتقوا الله، يعني امتثلوا أوامر الله واجتنبوا محارمه. فأول شيء الله ناداك له، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا الأمر الأول بامتثال الأمر. الأمر الثاني الذي أمرك به لتمتثله وتقوم به: وكونوا مع الصادقين. كونوا دائما مع الصادقين. الصادق بأي شيء؟ في صادق بالقول، في صادق بالإيمان، في صادق بالحال، في صادق بالحب. فالمؤمن صادق بكل شيء، إن صدق قولا يصدق عملا، ويصدق فعلا، ويصدق حبا،
كلمة الصدق تشمل كل مراتب الإيمان، فهي في البداية وهي في النهاية. أول ما بتبدأ بدك الصدق، وآخر وصولك بدك صدق. لذلك أول ما بدأ سيدنا أبو بكر بدأ بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، وانتهى بالصديق. بدأ بالصدق وانتهى بالصديق. فإذا هذه المرتبة التي يجب على كل مؤمن أن يحفظها. من بدأ بالصدق انتهى بمقام الصديق، ومن لم يحقق الصدق في طريقه فلا بلوغ له ولا وصول. مشان الإنسان يعرف ناوي أنت تصل، يلي ناوي يصل بده يتم صادق. إن أحببت فتصدق في الحب، إن ذكرت تصدق الله بالذكر، إن تقربت تصدق الله بالتقرب. فكل واحدة تحتاج إلى صدق، وكل إنسان يقبض الأجر على عبادته إلا الصديق والصادق. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ما بأجري صدقهم، بصدقهم. فمرتبة الصدق عند الله أعز مرتبة بعد الأنبياء. ليس هناك بعد الأنبياء مرتبة إلا هي مرتبة الصديق. فأول دعوة دعاها الله للمؤمنين أن دعاهم إلى مجالسة الصادقين. الصادق كيف نعرف أنه صادق من غير صادق؟ علامة الصادق، في له علامة، علامة الصادق الدأب على ما يطلب. الدأب الملازمة، الملازمة على الطلب، هي علامة الصدق. أما اللي بيقطع مرة هيك ومرة هيك هذا ليس بصادق. الصادق هو من صدق في سلوكه وفي حبه من غير تقطع. لذلك الله عز وجل سمى المؤمنين بالصادقين، لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه مات في سبيل الدعوة، ومنهم من ينتصر. فإن كنت صادقا فعلامة الصدق الدأب على ما تقصد. ما قصدك؟ إلهي أنت مقصودي، تصدق في هذا القصد. فالصادق في قصده يسمى صادق، أما من تردد فليس بصادق. انتبهوا إلى هذه المعاني ومن نطبقها في حياتنا. فالصادق الملازم الدؤوب على ما يطلب. أما اليوم تعبان، واليوم ما أدران، واليوم درسي عم يجعني، واليوم بالدنياني، واليوم كل يوم مشغول شكل، هذا ليس بصادق. الصادق هو الدؤوب، بدأ في مجلس فيبقى ملازما عليه. أما اليوم ساوينا درس، بكرة ما لنا فاضين، بعد بكرة غيرنا الدرس ثاني مرة، فهذا ما صدق. فالصدق هو الدأب على الملازمة. فشو عزمكم من أول خطوة؟ عندكم استعداد؟ الدأب والملازمة بإذن الله. نسأل الله التوفيق لذلك. فما دام نوينا الدأب والمواصلة على الصدق، فنسمع الآية التالية، قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك، هي الآية إلي وإلكن، إلي وإلكن. أنتوا الآن طالبين القرب إلى الله، طالبين الإيمان، طالبين محبة الله،
طالبين أن تستأنس قلوبكم بالله، فالله يأمرني اصبر نفسك معهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وموجه الآية لكم إذا رأيت من يدعو إلى الله طالبا رضا الله فلازم صحبته، واصبر نفسك أيها المريد مع الذين يدعون ربهم، يدعون الله ويدعون إلى الله وبالغداة والعشي يريدون وجهه. ما طالب إلا التقرب إلى الله ليدلك ويوصلك إلى الله. فهي إلي الآية وإلكن، فالله عم يقلكن اصبروا أنفسكن، وعم يقلي اصبر، فأنا لح أصبر على مجالستكن. أنتوا بتصبروا على مجالسة الشيخ مشان نطبق، تصبروا ولا اليوم منعس واليوم منتعب واليوم ما أدرانين؟ واصبر نفسك، وما دام واصبر معناتها الصبر الملازمة وإن كان في مرارة. الصبر ما بيصير على أكل البقلاوة وعلى أكل النمورة وعلى شرب الشاي، بده صبر. الصبر عن مرارة، نعسان بدك تفيق، مرارة في عندك صبر تترك الفرشة وتقوم، هذا صبر. برد نازل تلج وقت الدرس ما ممكن نتأخر، صبر. واصبر نفسك. فالمؤمن إذن بده يصير يا ابني أعظم من الملوك. ليس الملك من وضع التاج، لكن الملك من قهر النفس. هذا الملك الصحيح، من قهر نفسه. الملك يسعى وراء لزائز النفس، أما الملك الحق ومن قهر نفسه. ومن قهر نفسه لا يسمى ملك ولكن يسمى ملك، يسمى ملك. قال الشاعر: صاحب الشهوة عبد، صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملك. صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملك. أنت لح تصير ملك في قالب بشر. فإذا الصبر، الصبر على المكاره. اليوم مطر جيتوا، هذا شو اسمه؟ صبر. ما انه لو قالوا لك افتح المحل بكير بدنا نجي نشتري، قول اخي بلا يشتروا بلا يبطخوا، دنيا مطر وما حدا رح يفتح، ما بنفتح قبل الساعه 8 ما بتفتح. لكن لما كان الطلب الله والقصد الله والرجاء التقرب الى الله تركت وجيت ولو مطر، هذا الصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهي ترى موجودة بالشيخ، موجودة يا ترى بالشيخ في الصباح وفي المساء يدعو الله وإلى الله. فإذا واجب عليكم لازم، وواجب علي لازم لكم العطاء والتعليم. فالآية لي ولكم فتنتفعون بها كما أنتفع بها. أرجو الله أن يثبتني على مجالستكم، وأرجو الله أن يثبتكم كذلك على المجالسة. والمجالسة ما هي جمعة وجمعتين، كنت حطوا قدامكم مجالسنا يمكن تبقى 5 سنين، يمكن تبقى 5 سنين. فإذا عندك استعداد من أول الطريق والله خلص على باب الله إن شاء الله من الصادقين حتى النهاية. وإذا ما عندك استعداد والله أنا بحضر كم درس وحاجتي، بحضر كم درس وحاجته، مثل اللي
بده ياكل، اكل لقمتين ثلاثه وحاجته. يعني هذا شو بيتم؟ بده يتم جوعان، ان شاء الله بتشبعوا بالايمان. اذا هي ايتين هلا صار معكم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. واحد تلتفت يمين وشمال عنهم، خلي بصرك كله معهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لو واحد دخل ملك، لو حضر الرئيس، نحن ما المربي. ولا تعد عيناك، كأنه توجيه قرآني. وهي لا شوة لما نعرضها، شو نعرضها؟ نهي، ينهاك اوعى تلتفت عنهم. فلو اجت الملوك ما بتطلع إلها، انت جاي قاصد التقرب إلى الله، فلا تلتفت يمينا ولا شمالا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ممكن يجي واحد من الغافلين يقول لك شو بدك بهالروح بكير؟ إيه ولا ما لقى الشيخ يعمل لكم إياها إلا بكير، وبالشتي والصيف بدك تترك نومك، تترك هلا إيه يعني غلاظة، يعني خلي لو عمل لكم إياها بغير الوقت، هلا تعبان وهلا. فهذا من الغافلين، فأوعى تسمع كلام أهل الغفلة. ونقيناكم وقت بتوفيق الله، لا موظف مشغول فيه ولا طالب مشغول فيه، هذا الوقت يعتبر بالنسبة لكم ميت، يعني وقت نوم، صح؟ وقت نوم. فلحنا لح نشغل هالوقت الميت بحياة قلوبنا بالله، نسأل الله أن يحقق ذلك علينا. طيب هي صحبة، هي الحديث الأول أن تجالس وتصاحب الصادقين. الحديث الثاني أن تصبر نفسك معهم. الآية الثالثة قول الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع، الاتباع شو بيحتاج؟ بدك تتبع. المتبع للإمام شو بيحتاج؟ إذا ركع الإمام أن تركع معه، إذا رفع الإمام أن ترفع معه، هذا الاتباع. فاتبعوني، فإذا كان هذا الاتباع فمعناته بدك تتم دائما معه، بدك تراقب حركاته، بدك تراقب خطراته، بدك تراقب نظراته، حتى تتم دائما دائما معه. واتبع سبيل، سبيل يعني الطريق، سبيل من أناب، أناب يعني رجع. فالراجع إلى الله في قوله، في دعوته، في تبليغه، اتبع أمر إلهي بالاتباع. واتبع سبيل من أناب إلي. يا سبحان الله، الإنابة إلى الله هي توبة القلب ورجوعه إلى الله. في التوبة باللسان أستغفر الله وأتوب إليه، أما توبة القلب شو يقال لها؟ إنابة. أناب إلى الله يعني رجع بقلبه إليه. فشو مين اللي قلبه راجع إلى الله، متوجه إلى الله، بحب الله، بيذكر الله؟ مين هذا؟ اتبعه. واتبع سبيل من أناب إليه. صريحة الآية، واضحة. فإذا في القرآن في صحبة، صحبة الله تعالى يأمرنا، يأمرنا بذلك. ما أمرك أن تصحب صحبة تمشي معه، أمرك بروح الصحبة، روح الصحبة، ما بالصحبة صحبة أن مشيت أنت وياه هذا صحبته. قال لا، بدك تكون معه، وبعد ما تكون معه بدك تصبر على صحبته، بعدين بدك تكون مرتبط بحركاته. واتبع سبيل من أناب بقلبه إلي. اتبع، اتباع حركاته، ركع، رفع، اتوجه، ذكر، فأنت مرتبط معه.
بهالارتباط انتفع المقربون، بهالارتباط انتفع الصادقين سبيل من أناب. فإذا أناب إلى الله ورجع فارتبط معه. فإذا في مذهب الحنفي رضي الله عنه، إذا بدك تصلي بدك تشوف الإمام، إذا شفت الإمام ركع تركع، وإذا كنت غايب عن الإمام ما بصح الاقتداء. بصح هلا نقتدي على التلفزيون ما أنه شايف الإمام، لكن ما في بينك وبينه مسافة، فبدك تكون شايف الإمام وأنت معه. فإذا الاتباع هو من أناب إلي، يعني من رجع إلي بدك تكون أنت دائما مرتبط معه. أي آيات كلها صحبة. أي رب يقول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سبيلا يعني طريقة. يا سبحان الله، عد الذي لا يجالس ولا يصاحب عده ظالما، ظالم. والظالم والظلم لا يدخل الجنة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا من لم يجالس ولم يصاحب فهو من الظالمين، والظالم ظلمات لا يدخل الجنة. يوم يعض الظالم على يديه، مين الظالم اللي عم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا؟ الرسول هو الذي حمل الرسالة ليوصلها إلى الخلق، رسالة محبة الله إلى الخلق ومحبة إلى الله. فبده يوصل لك رسالة إنه الله بيحبك وأنت لازم تحبه، هاي الرسالة بده يوصل لك إياها. فهذا اسمه رسول. ففي الرسول مؤيد بوحي من الله، حمل الرسالة رسالة التبليغ. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في وحي، لكن حمل رسالة رسول الله، حمل رسالة رسول الله، فهو رسول رسول الله. أنا هلا لو أعطيت واحد رسالة اللي وصل لي إياها، هذا شو يقال له؟ اسمه رسول، أعطيته رسالة وصلها. فالعالم حمل رسالة رسول الله يبلغنا إياها. لما النبي أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن سأله إن شلون بدك تحكم؟ قال له بكتاب الله. قال له فإذا ما وجدت؟ قال له بسنة رسول الله. قال له إذا ما وجدت؟ قال أجتهد فيهم برأيي. فالنبي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما فيه الخير، رسول رسوله. إذن ليش ما اتخذ مع الرسول سبيلا؟ يعض الظالم على يديه، يعض على أصابعه، يا ريتني يا ريتني مشيت مع الصادقين المخلصين، يا ريتني كنت معهم، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبت فلان، ما جالست فلان. ليش؟ قال لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. بعد ما اجاني الذكر جالست اهل الله، بعد ما انتفعت اجا اطاعني عنهم، فهذا اعتبر ظالم. فإذا من لا شيخ له، من لا مربي له، من لا صاحب يدله على الله فهو ظالم، ويبعث يوم القيامة مع الظالمين. والظلم ظلمات يوم بيه الظلم، ظلم نفسه
بدل ما يكون حبيب لله صار بعيد عن الله، بدل ما يكون من أهل الجنة صار من أهل النار، ظلم نفسه فأرداها في الأذى وأرداها في الضلال. فبينما المؤمن بده يوصل نفسه يتقرب إلى الله ويتذوق حلاوة الإيمان. هاي الآيات الموجودة هاي بسورة الفرقان، يوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني طريقة، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. معناتها بعد ما بتهتدي بطريق الإيمان في قطاعين طريق بيجوا بيقطعوا عنك الطريق، بيقطعوك عن أهل الله، بيقطعوك عن أولياء الله. هذول سماهم سيدنا الشيخ محي الدين رضي الله عنه وأرضاه، سماهم قطاع الطريق. هذاك قطع الطريق عنك، أخذ مالك وتركك أو قتلك فمت شهيدا، أما هذا أخذ منك الإيمان وقطعك عن الله، قطعك عن محبة الله، هذا أعظم من قطاع الطريق. فانتبهوا من قطاع الطريق، ما بيجي هذا لما بتكون تارك الشيخ وما بتعرف الشيخ، ما بيجي لعندك، ما بيجي لعندك إلا بعد ما بتتزوق الحلاوة، بعد ما بتجالس، بعد الذكر. قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وبعد إذ جاءني شو بيصير؟ بيصير قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد الهداية، بعد ما تعلمت الذكر وأحببت الشيخ ومشيت معه بيجي بيقطعك. معناته زاغ عن الإيمان، ومن زاغ عن الإيمان مات على سوء الخاتمة. هي الآيات. فانتبهوا إذن أنه الطريق ما هيك، الشيطان ما لح يقول من يلا جيدكم الصبح، الشيطان حاطط أرجيلة عم يكركر ومكيف، يعني بجيدكم أنتوا الصبح. Printing started. ينفجر، بده ينفجر اليوم. انه شو الشيخ عمل فيه هون؟ جايبون الصغر جبه، ترك نومه وجاء. انا بدبرك، ممكن يبذل كل جهده يبعث لك 50 شيطان. سلوا الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب هي هلأ أربع آيات، آية ثلاثة أظن، ما هي أربع آيات. طيب الآية الخامسة قال الله تعالى ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرة. اسأل استواء الله على العرش كيف، لكن مين بدك تسأل؟ الخبير. وسؤال الخبير بدك يعني وانت ببيتك تسأله، ولا بدك تروح لعنده، بدك تقعد معه. السؤال بدك تجلس بين يديه، مثل ما جلس سيدنا جبريل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، قعد على ركبه، حط ايدينه على الركب وقال يا رسول الله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان؟ هذا السؤال. فبدأت جالس وتصحب وتسأل خبيرة. الخبيرة هي صحبة العالم الخبير، من كان على خبرة في العلم، على خبرة في الإيمان، على خبرة في الهداية. فإذا كان خبيرة فمعنى ذلك يا ابني أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل كل إنسان. ومين الخبير اللي بده يكون؟ حط لك إياها بآية تانية، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن أهل الذكر في خبرة،
خبرة حب، خبرة صلة، خبرة وداد قرب، فبيجاوبك على خبرة، فاسأل به خبيرة. سبحان الله. فقال له هاي الآيات كلها شو بتدل؟ آية سادسة، أكثر من 40 آية في القرآن على الصحبة. الآية السادسة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ ما قال له أنا بدي أمشي معك، عم يستأذن. هل أتبعك؟ تأذن لي أنه أنا أمشي معك وعلى شرط أن تعلمني، أن تعلمني. ومن أنو علم؟ أن تعلمني الفقه، أن تعلمني مما علمت. علمت مين اللي علمه؟ وين الآية اللي الله علمه فيها؟ وعلمناه من لدنا علم. إذا بدك تعلمني من العلم اللي الله علمك إياه. أما علم الشريعة عنده، علم الشريعة سيدنا موسى رسول وبرسالة وكتاب، عنده علم الشريعة. ما اللي جاي يتعلم عندك علم الشريعة؟ جاي يتعلم عندك علم الحقيقة يلي الله علمك إياها. هل تعلمني، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني الطريق الذي يرشد صاحبه للوصول إلى الله. بدك تدلني على الطريق اللي بده يوصلني إلى الله. معه شريحة بس بدي أتزوج، بدي أتقرب، كيف؟ هل أتبعك؟ فإذا هون الاتباع هون هو الصحبة، يعني أصحابك. لو صحب سيدنا موسى الخضر كما أمره سيدنا موسى، النبي قال لرأينا العجائب، كنا سمعنا عجائب، لكن ما صبر. والله طلب منه أنه واصبر نفسك. لذا شو قال له؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع. ليه؟ لأنه ما رسول، نبي ورسول وحي، شلون ما بحسن بصبر؟ الأمور الروحية غير الأمور الظاهرة يا ابني. الظاهر محدود، جسمك محدود، تمشي بين جامع محدود. أما الروح بتغميض العينين بتطوف السماوات والأرض بتغميض عين، فلا يمكن للجسد أن يكون له ما كان للروح، فأنا أشغال كثيرة. لذلك أول واحد كسر السفينة، أول وحدة، ثاني وحدة قتال الغلام، ثالث وحدة قوم لنعمر الحيط. يا طيب شلون؟ قال له تعال أما فارقك لأحكي لك. وما فعلته عن أمري، لك بأمر الله، كل الشغل بأمر الله، لكن أنت ما عندك العلم هذا. هل أتى هالألم؟ قال له بدي يعني أطمئن. شلون؟ أخذوا للغلام اللي قتله، كشط الجلد عن الكتف، فإذا مكتوب على الكتف كافر لا يؤمن بالله. مش شايف؟ فأراد ربك فأردت أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أوحى الله إلي أن أقتل هذا الغلام، أن أمه وأبوه متعلقين فيه، وإذا كان متعلقين فيه بده يدخلهم بالكفر. فأوحى الله إلي أن أقتل الولد، والله سيعوضهما عنه بدلا عنه من الأولاد الصالحين. يعني ما عندي خبر هيك، أنا ما عندي خبر. أنه ما قلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فيا ابني الصحبة إذن بدها صبر. إذا صبرت وصلت، وإذا ما صبرت ما ممكن تصل. والصبر
شرط أن لا تنتقد، شرط الصحبة أن لا تنتقد. نقد لا، أما إذا بدك تفهم الحقيقة حبيت تسأل لتتوضح المسألة معلش، إنه ليش هي شو حابب أفهم. سيدنا إبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن. إذا الطمأنينة معلش، أما النقد ليش هيك سوا، إله حق هيك، إله حق يحكي هيك، ما له حق يحكي هيك، هذا يا أبي قطع الصلة. النقد باب الطرد، متى نقد طرد، ما عاد يكمل. أنه متى معناته نقد، معناته شاف شيخه ناقص وهو كامل، شاف شيخه ما فهمان وهو أفهم، ما دام أفهم شلون جالس بيتركه بيمشي. لذلك إياك وأن تنتقد على أولياء الله، لهم حالات أنت ما بتعرفها، ممكن يكون له شيء خاص. أنا شفت وحدة في حياتي، كنا بدنا نطلع أظن على الحمة والقطار عمي بده يمشي، واحد جاي مستعجل بده يلحق يطلع القطار، واحد من المجازيب مسكه، أعطيني فرن مشان الله أعطيني فرن، قطع ما الله ما بخليك تسافر، بدك تمشي معي، بدك تروح معي، لك أخي بدي يمشي قاطع والقطار رح يمشي، ما كان يخليه وما خلاه وما خلاه ومشي القطار لأجل التقدير. سبحان الله، القطار بعد ما فرق وطلع كناح الحمي عمل حادث، فاللي بقطار منه نتجرح من هون أصيب، فأجهل هالصالح هذا مسكه مشان ما ينأذى. فلما منعك تركب من القطار، منعك الركب بالقطار إله ولا إلك؟ إيه هو ظن إنه روح علي الطلعة، روحها ولا حفظك فيها؟ في أمور كثيرة أهل الله إلهم فيها، نحن عم نمشي على شرع. إذا حبيت تستفهم معلش، أما تنتقد فالنقد ممنوع في طريق أهل الله. لا تنتقد، لأنه هل عندك العلم اللي عنده منه؟ إذا ما عندك فاصبر. هي ست آيات على الصحبة. بعد الآيات نذكر حديثين كذلك على الصحبة، ونشرح بعدين الصحبة. أما الحديث فقد ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري، وأنا رح أحكي لكم الراوي، أنه البعض بيقولوا أن الشيخ بيجيب أحاديث ضعيفة أو كذا حتى ما نخلي واحد يحكي. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. الكير كور الحداد يلي بينفخه بأوي النار، وكل ما أويت النار أكثر شو بتعطيه؟ بتطالع شرار. فالجليس الصالح مثل حامل المسك، والجليس السوء كنافخ الكير. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
هذا الجليس الصالح بيطلع منه ثلاث أشياء: إما أن يحزيك، طالع الأنينة لك صلي على النبي على الطرف، اللهم صلي على سيدنا محمد، هي يحزيك يعني على الطرف، أعطاك من غير طلب، عطرت بريحة طيبة، طلعت منه رائحة طيبة. إما أن يحزيك، وإما أن تبتاع منه، تشتري منه أنينة عطر، وإما أن تشم منه ريحة طيبة. أقل ما يكون بتشم، شو المعنى؟ معنى الجليس الصالح إما أن يعلمك من غير ما تطلب، بيذكرك من غير ما تسأل، يقول لك سمعنا الحديث الفلاني كذا وكذا، هذا أعطاك هو. وإما أنت بتسألون يقول له شو كان الدرس مبارح، شو حكى الشيخ، هي عم تبتاع منه. وإذا لا هي ولا هي، حضرت بالدرس عم تشم الريحة الطيبة، الشيخ عم يعطر قلوب الأحباب وأنت عم تتعطر معهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهي الجليس الصالح، فيا هو بيعطيك، يا انت بتسأل، يا بالجلسة العامة حضرت انتفعت مثل ما غيرك انتفع. قال ونافخ الكير، يلي عم ينفق كور الحداد، عم يشعل النار، طلعت شرارة حرقت لك أوعيك، أو حمل الحديدة من الكور بقت أوعيك حرق لك بدنك. إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أنه عادة الحداد لما بيطالع الحديدة من الكور بيدقوها وبيحطها بالمي، بعدين يقول بيسقيها، لما بيسقيها بتطلع ريحتها، ريحة الحديد، ريحة كربة، فيا ريحة الفحم مكربة يا ريحة الحديد، فلا شميت ريحة طيبة. كمان الجليس السوء يا ابني، يا بيحكي لك كلام بيأذي نفسك وبيأذي إيمانك وبيأذي حبك، بيحكي لك على الشيخ، بيحكي لك على المعاصي، على الخطايا، أذى دينك وإيمانك. أو وأنت قاعد بمجرد القعدة معه الطبع يسرق من الطبع. دائما ليش الله عم يقول لا جالس من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطيع؟ أن الطبع بيسرق من الطبع، فبدك تجالس واحد إن جالسته نفعك وإن نظرت له نفعك، أما واحد تجالسه مجالسة ما عنده غير كلام لغو، ما عنده غير كلام غفلة، ما عنده غير كلام معصية، فإياك وإياك. إما أن يحرق ثيابك، بيحرق الإيمان في قلبك والطاعة، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة بكلام ناقص أو كلام غير صالح. فهذا الحديث توجيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتش كل واحد منا عن صاحب، عن صاحب جليس. لكن أي جليس؟ جليس اثنين، جليس صالح وجليس سيء. فأنت دور أنه جليس بدك، وكل واحد يا ابني بيدور على من يتناسب معه. اوعى تظن أن تكون طيبا وتجالس خبيثا، ما ممكن. إذا جالست خبيث معناته نفسك فيها خبث، وإن جالست الطيب معناته نفسك فيها طيب. فإذا الله عز وجل وفقك لمجالسة الصالحين معناته فيك الصلاح، وفقك لمجالسة المتقين معناته فيك تقوى. فدائما الصحبة دليل أنه في عندك استعداد لها، فإذا في استعداد دور على استعداد مجالسة الصالحين. طيب اليوم ما خميس حتى نقول عم تضايقوا،
سيارة مازدا رقم. طيب، فإذا الصلة إما أن يكون لك جليس صالح تنتفع به أو جليس سيء تتأذى منه، والصحبة في الدنيا صحبة في الآخرة. ما بظن أبدا إذا صحبت في الدنيا أن تنقطع في الآخرة أبدا. قال الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس، ما قال الأجساد، الأجساد راحت، صفية النفوس الأرواح. زوجت يعني ازدوجت مع من يتناسب معها. مين اللي بيتناسب معها؟ سيدنا أبو بكر الصديق تناسب مع سيدنا محمد، سيدنا عمر تناسب معه في نسبة، اندفنوا بقبر واحد لوجود النسبة. فدائما إذا في نسبة لا بتفترق بالدنيا ولا بتفترق بالآخرة. فبالآخرة لقاءنا مع بعضنا اللقاء بهذه النسبة، نسبة ذكر الله. فإذا هذا يلي لازم الإنسان يبكي عليه في الدنيا، أن تفتش على جليس صالح يكون فيه بنفسك صالح. يقول بعض العارفين بالله كان عم يقول أنه دائما الإنسان يجالس من يتناسب معه، ما ممكن يجالس ما بيتناسب. فبعض المريدين رفع رأسه شاف حمامة طائرة معبومة، قال ايش أنت عم تقول أنه في نسبة أبومة مع حمامة؟ ما نسبة هي. قال له ابني استنوا نشوف خليه. فنزلوا التنتين، لما نزلوا التنتين وإذا الحمامة عرجة والبومة عرجة، قال له جمع بينهما الحرج. أما يجتمعوا بدون خصلة تلتقي لقاء ما في. فاشكروا الله يا ابني في نسبة بينكم وبين الشيخ، لولا هالنسبة الروحية ما جيتوا يا ابني. وبتقعد مع الشيخ ساعة ما بتحس، هالنسبة عم تنسيك تعبك، عم تنسيك وجع إجريك. ليش؟ هالروح عم تغذي روح، فمن الغذاء عم تنسى التعب. ولو بيقعد الجلسة بتقعد ساعتين ما بتحس. هاي النسبة، اشكروا الله على هالنعمة. حديث ثاني رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته. إذا تنظر له بتتذكر الله، مجرد ما تنظر له تتذكر الإيمان، تتذكر التقوى، بتتذكر الهداية مجرد النظر. من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه، يتكلم بكلام فبيزيد بعلمك، تأخذ من علمه بتحفظ. وذكركم بالآخرة عمله، بشوف عنده الخشية، بشوف عنده المراقبة، بشوف عنده التقوى، بشوف عنده الصلاح، عم يذكرك انه هذا من أبناء الآخرة. فهذا جالس، إذا شفتوا واحد بهالصلة اصحبه وجالسه، ولازم المجالسة له. هذا يا ابني النظر في عبادة، والمجالسة في هداية، والغيبة إذا غبت عنه الغيبة في لك فيها صلاح، يدعو لك فتكون من أهل الصلاح بدعائه لك. فهذا يلي إذا صحبته نفعك. أي جلسائنا خير؟ من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله. شوفوا ليل نهار ليل نهار عم يشتغل، شو صاير؟ ريح حالك، وين في راحة؟ ما في راحة. ف
يذكركم بالآخرة عمله، دائما عمله يريد الله والدار الآخرة، يريد رضوان الله، يريد التقرب إلى الله. فهذا ابني اللي إذا جالسته ينتفع بصحته. فهلا نحن تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما أخذنا من الله كلام الله، نحن عم ناخذ من رسول الله كلام رسول الله لنعلم كيف تكون مسيرتنا. حديث ثالث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ ما صلوا يصير مثل حكايتهم يلحقهم. كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ طيب شو رأيك في هذا؟ حبهم لكن ما عنده الاستعداد يصل لهم، ما وصل. طيب وجاء الموت، وين هذا محله؟ واحد أحب الشيخ، أحب أهل الله، ما وصل لسعى لمقامه وجاء الموت، وين هذا؟ وين محله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يا سلام، ما فرح الصحابة بحديث مثل ما فرحوا بهذا الحديث، لأن كلهم بيحبوا النبي وكلهم بيحبوا أبو بكر وعمر، فإذا هم مع أبو بكر وعمر ومع رسول الله. فهل أنت تحب؟ المرء مع من حب. فإذا أنت حبيت الشيخ والشيخ حب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت مع مين يعني؟ يعني مع رسول الله. ما بدها تعب كثير، من كلام واضح، كلام النبي واضح وكلام الله واضح. فإذا يا إخواني، الصلة والصحبة تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الدار الآخرة. أحب قوما ولما يلحق بهم، ما ممكن يصل لهم. قد ما ركض المريد ممكن يصل لمقام شيخه؟ وين الصحابي؟ قد ما الصحابي جد بيصل للنبوة؟ لا. والمريد قد ما جد بيصل لمقام شيخه؟ مقام الشيخ يعني مقام إنقاذ، مقام هداية، مقام تبديل حياة، تبديل عقل، تبديل أخلاق. ما حي الله واحد بيطلع بإيده فيها. بيقولوا ما كنا نصف الصواني بيصير حلواني. صف الصواني إلها يعني شيء خاص. فإذا من أحب قوما ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من إيش أحب اسمه، أحب بالاسم، يعني بس بتقول له لأبوك بحبك، بحبك يا ابني، عبينا كاسة مي، بحبك. والزوج إذا قال لزوجته بحبك، جوعاني بحبك، برداني بحبك، لا جب لها مازوت ولا شعل لها صوبيا ولا جب لها أكل وبحبك، هذا شو بيطلع الحب تبعه؟ حب الدب أحسن منه. فالحب ما هو قول يا ابني، حب العمل. فهي الصحابي.
طيب، وأخيرا الصحبة، حنذكر حديث أخير إلها، رواه الإمام مسلم عن حنظلة رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر، أبو بكر الصديق اجتمع مع سيدنا حنظلة. حنظلة شو المادة اللي ارتفعت فيه ورقته لفوق؟ شو اسمه يعني؟ غسيل الملائكة، يعني الملائكة غسلته، غسلته الملائكة، ما الإنسان غسله، فهذا قديش كرامته. فهذا حنظلة شب وإله جماله، إجا أبو بكر لعنده فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ كيف حالك؟ إيمانك، تقواك، شلونك؟ قلت: نافق حنظلة. عم يقول له شلونك؟ قال له: والله منافق. نافق حنظلة، شلون منافق؟ قال له: أنت صاحب رسول الله، أنت منافق؟ كيف منافق؟ قال له: إذا جالسنا رسول الله وذكرنا نرى كأننا نعيش في الآخرة، كأنه عايشين بالآخرة، ننسى الدنيا، ننسى الحياة، ننسى كل، ننسى وجودنا، كأنه عايشين في الآخرة. فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الأهل والولاد، قعدنا مع المرأة والولاد، أنكرنا قلوبنا، نسينا هالحال، هالحال اللي كان مع النبي ما عاد موجود. عند النبي شيء وبالبيت شيء، هذا نفاق. فقال أبو بكر: والله إني لمثلك، أنا كمان هيك، كمان مع النبي بتصفى قلوبنا، لما عم نروح للبيت عم تتغير الحالة. إيه، امشي لنقوم، قوم لنروح لعند الطبيب، طبيب الإيمان. قال: ثم انطلق هو وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم ينادوا بالطريق: نافق حنظلة، نافق ابن أبي قحافة. ما قال أبو بكر، لأنه اسم أبو بكر النبي سمايا حتى ما يحط الاسم بالنقص، نسب حاله إلى أبوه. نافق ابن أبي قحافة. فلما وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ خير؟ قالوا: منافقين يا رسول الله. إذا أبو بكر منافق، إيه أنا وأنتو شو منطلع؟ الله يعفي عنا ويتوب علينا. أبو بكر منافق، منافقين، خير؟ قالوا له: يا رسول الله، عندما نجالسك تصفو قلوبنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة، منعيش كأنه في حياة عجيبة، حياة الآخرة. فإذا ذهبنا إلى الأهل والولد أنكرنا قلوبنا، ما عاد في عنا هالإحساس، هذا هذا نفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي، لو الحال اللي بيكون عندي بتم معكم بالبيت، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، بالذكر كمان شو بيصير معها كمان الصفاء، لو تكونوا في بيوتكم مثل ما بتكون في الذكر أو بتكون معي، لصرفحتكم الملائكة
على فرشكم، وانت على الفرش كان بتجي الملائكة بتصافحك، وفي طرقكم، ولو بالطريق تجي الملائكة بتصافحك، لو الحال يدوم معك، يلي عند الشيخ يدوم معك بالطريق او بالبيت او في حالة الذكر يدوم معك برا، الملائكة بتصافحك. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، كررها النبي 3 مرات. يعني ساعة صفاء روح، وساعة بدك شغل، ساعة مع الله، ساعة بالنسبة بدك تأكل، فساعة إلك وساعة لربك، ما هيك العوام بيقولوا؟ إذا صار لك ساعة إلك ساعة لربك، معناتها أنت مع أبو بكر الصديق، مع سيدنا حنظلة. هذا إذا صار لك ساعة وساعة، يا ريت، بتمنى يصير أنا ساعة وثلاث ساعات، ثلاث ساعات خليها إلك وساعة مع الله. يعني إذا كان ثلاث ساعات وساعة بالأربعة وعشرين ساعة، قديش بيطلع لنا؟ 8 ساعات. أنصركم 8 ساعات، كل 3 ساعات إلك أعطينا ساعة، لك حبيبي 5 ساعات إلك وأعطينا ساعة، إيه ما عم يصير. فبدنا أقل ما يكون بهالنصف ساعة الفجر، عود اذكر الله، لابد منها، عود اشتغل بذكر الله، هيئ قلبك. فلما بتحس بأنه قلبك صار على مستوى الحضور مع الله، قوم زين للشغل. فعندك صباحا ومساء، ما ساعة وساعة، ساعة وساعة، هي مقام، مقام عظيم. ثم يا أحبابي، شو هالحديث هذا؟ معناته قديش كانت تشع روحانية النبي في قلوب الصحابة، قديش كانت تشع الأنوار، شلون كانوا يصفوا مع النبي، هالصفاء، هالهدوء، هالطمأنينة اللي عم يحصلها مع النبي. شو عمل النبي فيهم صلى الله عليه وسلم؟ صب في قلوبهم من أنوار اليقين ما ملأ قلوبهم كأنهم مع الله عز وجل، زكى نفوسهم حتى صارت الملائكة تصافحون. بعض الصحابة الملائكة كانت تقعد معه تحدثه، يحدثها وتحدثه. شو هالصفاء هذا؟ هذا ما بيصير للكل، لكن صاحب الصفاء بيصير معه. واللي ما صلوا ماشي على الطريق، ماشي على الطريق، وهذا بده يكون يوم من الأيام بدك تحصل هالحال الروحي بينك وبين أولياء الله. فمثل ما النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصحابة يشعروا بهالصفاء معه، كذلك وارث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلست معه كمان بتشعر بهالصفاء، بتشعر بهالروحانية، بتشعر بهاللطافة، بتشعر بهالشفافية الروحية، بيصير معك إنسان بتنسى حياتك، بتنسى وعودك، بتنسى طبيعتك، بتنساها، أنت وين؟ غرقان مع الشيء. فهالحال هذا لو يتم معك دائم، والله لتسمعن تسبيح الحصى وتسبيح الجدار. لو يبقى هالحال معك، تسمع الحيطان عم تسبح، الأرض عم تسبح. هذا الذكر يا ابني في شيء، الله يفتح عليكم، ما بحسين أحكي كل شيء، بدي أنت تدوق، ما بدي أنا أحكي لك، أنت تدوق. ويلي بيدوق بيعرف أنه الأحباب له، كل واحد له حال، الحال اللي له ما بينطبق على الكل. واحد صدق، واحد ذكر الله كل يوم 8 ساعات، واحد ذكر الله نص ساعة، هاد مثل هاد، عطاء هاد مثل عطاء هاد، لا يا ابني، كل واحد له عطاء يتناسب مع ذكره وما تعبه. فإذا قديش النبي عمل فيهن صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى حال لما توفي رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ما نفضنا أيدينا من التراب من دفنه صلى الله عليه وسلم. بعد ما دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام نفضوا أيديهم، قال ما نفضنا أيدينا من التراب من دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. أنكرنا قلوبنا معناتها هالصفاء اللي كان أنكرناه، ما عاد في عنا هالروح، ما عاد عنا هالطمأنينة. فمعناتها قديش كانت التأثير بالصحبة، هي الصحبة. فالصحبة إذا بدها تأثر فيك روحيا، بدها تأثر فيك فكريا، بدها تأثر فيك علميا، بدها تتأثر بكل الحالات. فهي الصحبة في بدايتها أخذناها من الآيات ومن الحديث. نعملنا إن شاء الله جلسة تانية مشان ما نقطع من نص الطريق، جلسة تانية ما هي آداب الصحبة وثمرات الصحبة، بدنا ناخذ فيها آدابها وثمراتها وإنتاجها، وإنت شو نفعك منها. إذا الله أحياني الجلسة الآتية إن شاء الله نبدأ فيها بتوفيق الله عز وجل، حتى تتذوقوا يا أخواني الإيمان من طريق الصحبة. وثقوا والله يا أبي لو أن أخ أو مسلم لو تعبد 60 سنة وما صار له صحبة وأخوة ما تزوق. إذا كان سيد الخلق يا أبي رسول الله، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. النبي عم يطلب حب من يحب الله. أنت صار لك محب لله؟ لا. اسأل أبوك له محب لله في الله؟ لا. لك صلى طج وركع، لكن هل صلاته نهته يوما عن الفحشاء والمنكر؟ ممكن يقع فيه كثير. أما المؤمن لا، المؤمن في حماية الله، في حماية ذكر الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله، يعني في النهي أكبر، بينها أكبر. فواحد عم يذكر الله بيعمل خطيئة، عم يذكر الله بيعمل معصية. ذكر الله حماية، الله يحميكم يا أبي باسم الله ويجعل قلوبكم قلوب عاشقة لله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الصادقين في صحبتنا، المخلصين في محبتنا، أن يرزقني وإياكم كمال التقرب إلى الله وكمال المحبة لله. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتوفيق الله